السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذة لينا. لنبدأ بموضوع الفيدرالي ومحضر الاجتماع. كيف يمكن الأسواق أن تقرأ هذا المحضر؟ وهل هناك من إشارات فيما يتعلق بأن هناك إمكانية للجوء لزيادة شراء السندات؟ نعم، يعني بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الذي كان يترقبه جميع المتداولين والمستثمرين في الأسواق، يظهر أن خاب ظنهم. كان هناك توقعات بأن يكون هناك زيادة في مشتريات السندات، لكن لم يتم ذلك وأبقوا على مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار أمريكي. بالتالي كان هناك أمال حتى لو بتمديد أجال الاستحقاق لتلك السندات. التوقعات تشير أن يكون هناك في 15 و16 عشر من ديسمبر المقبل أن تكون هناك يعني زيادة في مشتريات السندات، لأن الاقتصاد الأمريكي ما زال نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية، ما زال إلى يحتاج إلى المزيد من التعافي الاقتصادي. ربما نترقب من الاجتماع القادم أي مستجدات حول التطورات المستقبلية والخطط التحفيزية التي سوف تتم من قبل الفدرال الأمريكي حول هذا الموضوع، حول شراء مشتريات السندات. لكن بشكل سريع، لو تم حزم تحفيزية سوف يتم ضخها قبل 15 و16 من ديسمبر، ربما لن نشهد يعني مجريات أخرى حول شراء مشتريات السندات، وبالتالي هذه الحزم التحفيزية سوف يكون لها يعني التي يترقبها الجميع، والتي بالفعل ما زال الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى هذه الحزم التحفيزية ولكي تدعم الأسواق ولكي تؤثر على مؤشرات الأسهم الأمريكية. لا ننسى أن اليوم أيضا هناك عطلة في الأسواق الأمريكية، وأيضا جلسة قصيرة سوف تتم غدا للأسواق الأمريكية بمناسبة عيد الشكر، فبالتالي كل هذه يعني ربما تجعل يعني عدم الإهمال بقواعد السلامة والإجراءات الاحترازية حول تداعيات فيروس كورونا ربما سوف يكون لها تأثير كبير على ارتفاع عدد الإصابات، وربما يعني سيكون هناك مستويات قياسية جديدة سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد، وبالتالي يعني ربما نشهد بالنسبة للأسواق الأمريكية بعض التذبذبات في هذه الفترة وهذه في النطاقات بين التصريحات. لكن أتوقع إنه الأسواق الأمريكية سوف تزيد من مكاسبها على المدى الطويل، نتيجة إنه نحن شاهدنا الأسواق الأمريكية اتجاه لمؤشرات الأسهم ذات القيمة، الأسهم الدورية، بعد الارتفاعات التي حصلت منذ جائحة الكورونا على الأسهم التكنولوجيا، أسهم أمازون وغيرها من شركات التكنولوجيا التي دفعت إلى مستويات قياسية. اليوم نشهد عودة لذلك مع ارتفاع عدد المستويات، ربما تعتبر أيضا مرحلة التقاط الفاز كانت في جلسة أمس. نعم. طيب لينا، فيما يتعلق بأسعار النفط، واضح أن الأضواء حاليا تذهب إلى هذه السلعة. ما الذي نتوقعه في هذه المرحلة؟ هل $50 باتت قريبة؟ يعني هل السوق أيضا تدعم هذه التوجهات مع كل البيانات التي تصدر بطبيعة الأحوال؟ نعم، يعني أسعار النفط أنا أتوقع يعني سوف أبدأ أن أقول أتوقع أن أسعار النفط سوف ترتفع، وربما نشهد مستويات 50 إلى 53 دولار في الفترة المقبلة بعد أن وصلت إلى مستويات 45 دولار للخام الأمريكي الخفيف، ويعتبر حاجز نسبي ومحفز للصعود. هناك عدة أسباب دفعت الأسعار وربما تدفع هذه الأسعار نحو الصعود، واللقاحات وتطورات فيروس كورونا التي ابتدأناها من شركة فايزر، موديرنا وأسترازينيكا، كلها يعني هذه اللقاحات، تفاؤل من قبل المستثمرين حول هذه اللقاحات وكيف سيجري التوزيع. الأهم عن التوزيع هذا اللقاح، بالتالي سوف يكون هناك طلب كبير على النفط في الفترة المقبلة، وسوف يؤثر بشكل كبير على التعافي الاقتصادي بشكل أسرع. نحن نلاحظ أنه الطلب على النفط يعني بالتالي إذا بألف 2019 في انخفاض تقريبا ب 91، إذا هناك توقعات خلال العام 2021 أن يكون تقريبا 97.1 الطلب العالمي. يعني إذا ما قارناه بمستويات عام 2019 100 مليون، يعني ما زال هناك في الطلب منخفض. بالتالي يعني
مع استمرار من وكالة الطاقة الدولية بانخفاض هذا العام ب 8.8 مليون برميل، لكن يعني بالتالي تحسنات توقعات الطلب العالمي ربما تساهم في دفع أسعار النفط نحو المستويات الحالية مع الإعلانات عن اللقاحات والبيانات التي الاقتصادية المتباينة التي تظهر بين الحين والآخر، ويعني فهي كلها تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط. ولا ننسى أن المخزونات الخام الأمريكية التي تظهر أيضا انخفاض في المخزونات، لكن ما زلنا نحن في أعلى من متوسط الخمس سنوات، يعني بحوالي خلال هذه الفترة 6% إذا ما نظرنا للربع الثالث مرتفعة ب 12%، فبالتالي هذه مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ربما انخفاضها يعني يعطي بعض التفاؤل. وربما يعني شكرا لك. نقطة أخيرة على الأوبك وانتظار اجتماع أوبك الذي سيبقي على سياسته لمدة 6 أشهر. نعم أشكرك. نعم شكرا لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.